طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشف الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع في عدن يتساءل: سكة لنقل المسافرين، هل كانت إحدى معالم عدن قبل 100 عام؟ الصحافة العربية: من أجل التفاوض بين الحكومة والحوثيين مطالبات بمكان بديل عن السفينة. في أخبارنا المنوعة: بالأيادي والحجارة 20 قتيلا في عراك بين جنود من الصين والهند. أهلا بكم. أطفال بأعمار متفاوتة أجبرتهم الحرب على العمل من أجل توفير احتياجاتهم وضمان دخل يومي لأسرهم التي تعيش بدون عائل، هكذا يصفهم موقع المشاهد، ويتابع حتى تفشي فيروس كورونا لم يثنهم عن مواصلة الوقوف على نواصي الشوارع لعرض ما يبيعون رغم كل التحذيرات والمناشدات بالمكوث في المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية. منهم الطفل مراد الوصابي 9 سنوات الذي يعمل في بسطة بيع حقائب لفتيات صغيرات مطبوع عليها رسومات طفولية بريئة كملامح وجهه الصغير المليء بالبشاشة رغم ما يكابده طوال النهار من مشقة. يقول لي المشاهد: أنا أعتمد على نفسي في شراء ملابسي وأساعد إخوتي في توفير احتياجاتهم من مأكل ومشرب وإيجار المنزل الذي نسكنه مع أمي. ورغم أن القانون اليمني لحقوق الطفل الصادر عام 2002 يحظر عمل من هم دون سن 14 سنة، إلا أن القانون لم يطبق بسبب تغييب هيئات ونقابات حماية حقوق الطفل، الأمر الذي يجعل من الأطفال أكثر عرضة للاستغلال. وبحسب إحصائيات أعلنت عنها منظمة اليونيسف في الذكرى 30 لتأسيسها في أكتوبر الماضي، فإن حوالي 12 مليون طفل في اليمن بحاجة للحصول على مساعدات إنسانية. وبحسب تقارير أصدرته جامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة، فإن وضع الأطفال في اليمن ازداد سوءا في السنوات الأخيرة بعد أن تصدرت القائمة بعدد الأطفال الذين يعملون دون سن 15 عاما بنسبة 34.9% من إجمالي الأطفال الذين يعملون في دول عربية تشهد حروبا ونزاعات. موقع المصدر أونلاين تحدث أن رابطة أمهات المختطفين قالت: أطراف الصراع في اليمن ارتكبت خلال العام الماضي 1059 حالة اختطاف و312 حالة إخفاء قسري و158 حالة قتل لمختطفين ومعتقلين في سجون سرية. وأضافت الرابطة في تقريرها السنوي للعام 2019 أنها وثقت 1030 حالة اختطاف أقدمت عليها جماعة الحوثيين و18 حالة اختطاف أقدمت عليها التشكيلات العسكرية المدعومة من التحالف في عدن و11 حالة اختطاف من قبل الحكومة الشرعية. وأشارت الرابطة في التقرير الذي حمل عنوان أمهات على أبواب العدالة إلى أن من بين الحالات التي تم رصدها العام الماضي أقدم الحوثيون على اختطاف 23 امرأة. غادرت عدن ولا أدري متى سأعود، هكذا كتب رئيس تحرير عدد الغد فتحي بالأزرق مقاله الذي قال فيه أنه مغادر لمدينة عدن التي فقدت أبنائها يتحكم في مصيرها الغرباء واللصوص، وأضاف في جزء من المقال: ربما كنت آخر المغادرين لهذه المدينة العظيمة، جهدنا حتى اللحظة الأخيرة لأجل البقاء على أمل أن ينصرح حالها، لكن الأحداث أثبتت ألا جدوى من أي آمال تعقد هنا وهناك. عدن بوضعها الحالي مدينة لم تعد صالحة للعيش، يجوبها الغوغاء واللصوص والقتلة، وتلطخ جدرانها بدماء الأبرياء، ويقتل الناس بدم بارد وبلا سؤال، وتوزع اتهامات الخيانة على المارة كقطع خبز ساخنة، وينثر القانون على أرصفة الطرقات دوسا ومهانة، وينتصب أناس غرباء على جانبي كل طريق ملوحين بالقتل لكل مخالف. ذات يوم حينما نصبوا نقاط تفتيش وبحثوا في الأصول والأجنة، تبدى قبح المشروع وجنونه، وها هي نيرانه تلتهم الجميع. هذه الحقيقة ودونها الوهم. عشت في عدن في أقصى الظروف وأصعبها، لكن حينما امتدت أيادي الغدر لتنال من الصحفيين أدركت أنني التالي.
عدن التي غنى لها أحمد قاسم وشد لها محمد عبد زيدي، تلك التي قال عنها أبو بكر سالم: كل شيء مقبول إلا فراقك يا عدن. هذه المدينة لم يعد لها أثر ولا وجود. هل سيتغير حال المدينة؟ قطعا ليس الآن. سيتواصل قتل الناس، وستتقاتل الميليشيات عند فجر كل يوم، وستلوك الناس روايات متعددة لحدث واحد ووحيد. ستطفئ الكثير من المنازل أنوارها، وسيذوي التعدد، ولن ترى من الرؤوس إلا فوهات البنادق، وسترفع الشعارات على كل سور وفوق كل بيت، الشعارات ولا شيء غيرها. وسيفتشون في حدقات أعين الناس عن النظرات التي تتهم بأنها تخون. وعدن بلا دولة وبلا مؤسسات، وفاقد الشيء لا يعطيه. أحمل حقيبتي الآن في منطقة نائية باحثاً عن سبل استقرار في مدينة يمنية أخرى، وسنعود إلى عدن حينما تعود إلى ذاتها ونفسها. يتساءل الكثيرون ممن عرفوا عدن قريباً، هل كان هناك سكة حديدية في مدينة شهدت مراحل نمو وانكسار، حيث أن المدينة تعاني اليوم من انعدام الخدمات الأساسية؟ وللإجابة على ذلك نشر موقع عدن الغد تقريراً عن سكة قطارات عدن، وعنوان الموقع: متى أنشئ خط السكك الحديدية بعدن، ومن هو صاحب فكرة إنشائه، وإلى أين يمتد؟ وينقل الموقع عن الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية علي ناصر محمد قوله أن إنشاء خط عدن الحديدي يعود إلى وقت مبكر من العام 1906، حيث نشأت فكرة مشروع بناء سكة حديدية كفكرة تقدم بها الحاكم السياسي الجنرال ديبيرت. كانت الخطة تتركز في بناء خط من عدن إلى الضالع، ولكنه كان قيد النظر لفترة من الوقت نظرا لصعوبة التمويل. يقول الرئيس ناصر في مذكراته التي ينشرها عدن الغد في العام 1913، أرسل الحاكم السياسي لعدن هارولد جاكوب خطابا إلى حكومة مومباي بالهند، جدد فيها هذا الاقتراح لتسهيل تحركات القوات العسكرية البريطانية. بعدها بفترة وجيزة حاز رجل الأعمال قهوجي ديشناو إيدن على حق الامتياز لبناء وتشغيل 120 كيلو مترا من خط السكة الحديدية المقترح من عدن إلى الضالع، وبعد مفاوضات ناجحة تم الاتفاق مع سلطان لحج، والذي سوف يتقاضى عمولة وقدرها 4% من الأرباح على الخط، إضافة إلى بنس واحد على كل متر مربع أخذت من المنطقة لبناء الخط. ويضيف: كانت المرحلة الأولى من بناء خط السكة وقدرها 60 كيلو مترا لتتوسع بعدها من عدن إلى نوبة ديكيم. في العام 1915 طلب قائد الهندسة الملكية الإذن لبناء خط سكة حديد من عدن إلى الشيخ عثمان لنقل القوات والمعدات لخطوط الدفاعات التابعة للجيش البريطاني في الشيخ عثمان، واستخدم لاحقا لنقل الركاب والفحم والخضروات مع النية لتوسيعها إلى لحج بعد عودتها إلى أيدي البريطانيين. كما استخدم الخط لنقل كميات كبيرة من المياه لمواقع الجيش في الشيخ عثمان، والمكونة من القوات المتحركة من سلاح الفرسان والجمال ونقل المياه. وتوسع الخط في عام 1920 إلى حدائق الحسيني، والتي تقع على بعد 13 كيلو مترا شمال لحج. وأعطيت الموافقة وتم بناء خط السكة الحديدية العسكرية من قبل المهندسين الملكيين التابع للجيش البريطاني، وتم الانتهاء من العمل في خط السكة الحديدية الجديدة في شهر ديسمبر. وفي العام 1919 وافقت حكومة عدن على عملية التوسعة لذلك الخط إلى لحج، وكان الخط بمسافة 46.3 كيلو متر، وكان متاحا لحركة المواطنين. تكون القطار في ذلك الوقت من 10 عربات للركاب، سعة كل عربة 60 شخصا، بالإضافة إلى 40 عربة نقل، وتصل إلى 60 عربة تلحق بها عند الضرورة. وكانت المعلة هي محطة الانطلاق وصولا إلى منطقة الحبيلين. وقد توقف العمل بالقطار عام 1928، ونقلت مركباته وقضبانه إلى الهند. يربط الكاتب جمال حسن بين ظهور النشيد الوطني رددي أياتها الدنيا نشيدي، وبين تحركات الحمدي وسالمين من أجل الاتفاق على الوحدة اليمنية، ويقول إن ذلك ربما أدى إلى مقتلهما، ويضيف في مقال تنشره بلقيس: تؤكد لنا قصة ظهور نشيد رددي أياتها الدنيا نشيدي
أنه يعود إلى عهد الحمدي، أصبح النشيد الوطني لليمن الجنوبي لاحقاً ثم نشيد الجمهورية اليمنية بعد الوحدة في 1990. وبحسب روايات مطلعين جاء النشيد بطلب رسمي، كانت رغبة الحمدي استبدال النشيد الوطني في ظل راية ثورتي الذي لحنه وغناه علي بن علي الآنسي. لكن هل كان الغرض منه التعبير عن مرحلة جديدة؟ وما علاقته بالتقارب بين الحمدي في الشمال وسالمين في الجنوب من أجل إعلان الوحدة؟ عندما كان النشيد جاهزاً وتم عرضه على القائد العسكري عبد الله عبد العالم وهو أحد القيادات المقربة من الحمدي، طلب تعديلاً طفيفاً في النشيد، وهو المقطع الذي وصل إلينا بصوت أيوب طارش: عشت إيماني وحبي أممية ومصيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. كان هذا المقطع في نسخته الأولى بتأليف عبد الله عبد الوهاب نعمان يكرر يمنياً في الأشطار الثلاثة الأولى للبيتين قبل أن ينتهي بوصية، وطلب عبد الله عبد العالم تغييره إلى أممية عربية ويمنية. وعبد العالم كان أحد رموز نظام الحمدي ولعب دوراً في تشجيع العروض المسرحية من خلال جعل الشاحنات العسكرية منصات للعروض العامة. لكن هل كانت الغاية من هذا التعديل أن يصبح النشيد الوطني للوحدة اليمنية؟ ليس هناك توثيق دقيق لزمن ولادة النشيد، إلا أن إصداره بصوت أيوب تزامن مع تحركات الحمدي وسالمين من أجل الاتفاق على الوحدة اليمنية. الأكيد أن الزعيمين اليمنيين سالمين والحمدي كانا على وشك اللقاء من أجل التوقيع على الوحدة بين شطري اليمن. وبعيداً عن النظرة الحالمة التي دفعت الزعيمين وربما سارحت بصورة ما في نهايتين مأساويتين لهما حدثتا تباعاً، فقصة النشيد تروي أيضاً عن جانب مهم من فترة الحمدي، ومن تلك الفترة التي كانت بمثابة نقطة فاصلة في تحولات شهدتها اليمن لم تكن بمعزل عن ما يجري في العالم. صحيفة العرب الجديد تتحدث عن الحكومة اليمنية التي شددت على ضرورة نقل مقر البعثة الأممية المكلفة بمراقبة اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة إلى منطقة محايدة بدلاً من السفينة الراسية في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وزير الخارجية محمد الحضرمي قال إنه منذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الحكومة لم تتلقى أي تأكيدات من البعثة الأممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار، عازيا ذلك إلى استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة. وأكد الحضرمي خلال اتصال مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنيبي أن الجانب الحكومي سيستمر في تعليق مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى أن تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها. السفينة الأممية غادرت المياه الإقليمية اليمنية خلال الأسابيع الماضية، وعلى متنها غالبية الطواقم الأجنبية العاملة في بعثة مراقبة وقف إطلاق النار عدا رئيس البعثة أبهجيت جوها وتسعة من الطواقم الأجنبية. انتقدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة لحذفها اسم التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن من القائمة السوداء للأطراف التي تتسبب في إلحاق الأذى بالأطفال، وفقا لموقع البي بي سي والذي عنوان: الحرب في اليمن، حذف اسم التحالف بقيادة السعودية من قائمة العار يثير غضب نشطاء حقوق الإنسان. وقال تقرير الأمين العام المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأطفال والنزاع المسلح: قتل 395 طفلا، كما أصيب 1447 آخرون على الأقل. وجاء في التقرير أن الحوثيين تسببوا في مقتل وإصابة 313 طفلا، بينما تسبب التحالف بقيادة السعودية في مقتل وإصابة 222 طفلا. وقال غوتيريش إنه وبالرغم من الانتهاكات المزعومة فإن التحالف بقيادة السعودية سيحذف من قائمة الدول والجهات غير الرسمية التي تقاعست عن تبني الإجراءات الضرورية لحماية الأطفال. واستشهد الأمين العام بتناقض مستمر وكبير في أعداد القتلى والمصابين في الغارات الجوية، وتطبيق بنود مذكرة تفاهم دعت إلى اعتماد برنامج أنشطة بهدف تعزيز إجراءات الوقاية والحماية.
بيد أن غوتيريش أضاف أن البرنامج سيخضع للمراقبة لمدة 12 شهرا، وأن أي تقاعس في هذا المجال سيفضي إلى الإدراج مرة أخرى في القائمة عن الانتهاكات ذاتها. وقال أدريان لابار مدير منظمة واتش ليست المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أن الشطب يبعث برسالة مفادها أن الفاعلين الأقوياء يمكن أن يفلتوا من قتل الأطفال، ودعا إلى تقييم دعت إلى تقييم مستقبل موضوعي وشفاف للعملية التي أدت إلى التقرير. يقول محمد عثمان إنه وقبيل الوحدة اليمنية كانت هناك جمهورية ثلاث، فماذا يعني بها؟ قبل الوحدة اليمنية كانت هناك ثلاث جمهوريات: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب، والجمهورية العربية اليمنية في الشمال، واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في الشطرين. ولقد مثلت الجمهورية الأخيرة مظلة فارهة للعمل الثقافي والوطني والإنساني، إلى جانب دورها ودور أعضائها في بلورة المشروع الثقافي لليمن الموحد. فقد لعبت هذه المؤسسة أدواراً مهمة في الوساطة بين الشطرين في حالة المشاكل التي تستجد بينهما، وكذلك في الدفاع عن حرية التعبير والاعتقاد والعيش الكريم للعاملين في المجال الثقافي وغير الثقافي في الشمال والجنوب، متوسلة إلى ذلك سلطة رمزية فسيحة راكمتها خلال العقود، قوامها ثقل اجتماعي ومؤسساتي وثقافي جعل منها أحد الأطراف الأساسية المؤثرة في المشهد العام لليمن. لقد كانت شخصيات مثل عمر الجاوي أو البردوني أو الربادي أو أحمد قاسم دماج يمثلون في الأذهان بمثابة رؤساء موازين لرؤساء الجمهوريتين السياسيتين، مجسدين بذلك وزن الثقافة وسلطتها في وقتهم، بل أنهم بالتزامهم العام من صنعوا هذه السلطة وهذا الوزن. لكن أجيالاً جديدة من الأدباء المنقطعة الصلة عن هذا الإرث الوطني الضدي، والذين تبوؤوا قيادة الاتحاد خلال دورته الأخيرة وأمسكوا بأهم مفاصله، بددوا بوعي أو بقلة وعي هذا الإرث الرمزي الذي تراكم خلال العقود، والذي كان من الممكن في حال الحفاظ عليه وتفعيله أن يمثل جدار حماية للضعفاء والمضطهدين. هناك الكثير من البشائر التي تنبئ من الاقتراب من التوصل لعلاج ضد فيروس كورونا، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بتحقيق اختراق علمي بحسب الشرق الأوسط، بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أن دواء من عائلة الستريت وايت أثبت فعالية في إنقاذ حياة مرضى كورونا ويعانون من الأعراض الأكثر خطورة. المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في بيان قال إنه أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي. وأضاف: هذا نبأ سار، وأهنئ الحكومة البريطانية وجامعة أكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح. واختبر باحثون يقودهم فريق من جامعة أكسفورد العقار على أكثر من 2000 مريض بكوفيد-19 يعانون من أعراض خطيرة. هيتري هوربي أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد قال إن تيسكاميثازون هو أول دواء يظهر تحسنا في البقاء على قيد الحياة لدى مرضى كورونا. وأضاف أن الدواء أيضا غير مكلف ويباع من دون وصفة طبية، ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم. التحالف السعودي الإماراتي وعار غوتيريش في اليمن، تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها، وجاء في جزء منها: التقرير السنوي الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول حقوق الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة كان مقدرا له أن يكون قائمة عار في وجه الدول والجماعات والكيانات التي تنتهك تلك الحقوق وترتكب جرائم حرب بحق الأطفال.
لكن التقرير انقلب إلى لائحة عار معاكسة تفضح عجز المنظمة الأممية عن توجيه أصابع الاتهام إلى الأطراف التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات الأشد جسامة، وذلك خشية ما تتعرض له الأمم المتحدة من ضغوطات مالية وسياسية جراء تبيان الحقيقة. ولم يكتفي تقرير الأمين العام باستبعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقوات الروسية في سوريا والقوات الأمريكية في فيتنام والقوات المسلحة في ميانمار وعدم تحميلها أي مسؤولية عن إزهاق أرواح مئات الأطفال في هذه المناطق، بل عمد كذلك إلى حذف التحالف السعودي الإماراتي من القائمة رغم الإقرار بمسؤولية هذا التحالف عن مقتل 222 طفلاً وتنفيذ 4 هجمات على مدارس ومستشفيات أطفال خلال العام 2019، رغم إبقاء التقرير على الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. ظهر لمجموعة أناس في مصر مدعياً أنه المهدي المنتظر فقتل شخصاً سخر منه. توضح صحيفة القدس العربي أيضاً أن مصري يدعي أنه المهدي المنتظر ارتكب جريمة بالسلاح الأبيض بحق شخص سخر منه في منطقة المطرية تابعة لمحافظة القاهرة. الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الجاني بعد ورود بلاغ يتهمه بالاعتداء على أحد الأشخاص يعمل سائقا باستخدام سلاح أبيض وطعنه عدة مرات ما أدى إلى وفاته في الحال. وتبين أن المجني عليه المقيم بالمنطقة نفسها دائم السخرية من الجاني لتكرار ادعائه كونه المهدي المنتظر. وكشفت التحقيقات أن المتهم دائما ما يتقمص شخصية المهدي المنتظر ويدعو الناس لاتباعه، وحين دأب ضحية على السخرية منه قام المتهم بالتوجه إلى الموقف محل عمل المجني عليه أمام محطة مترو المطرية وبحوزته سلاح أبيض وقتله. عاد التوتر من جديد إلى الحدود الصينية الهندية إذ دخل جنود من الجانبين في عراك عنيف وسط تبادل اتهامات بين الدولتين عن المتسبب الجديد بهذا التوتر على حدود تعيش خلافا يعود إلى حقبة استعمار بريطانيا للمنطقة. ويعنون موقع دي دبليو مقتل 20 جنديا هنديا في أعنف اشتباكات مع الصين منذ نصف قرن. لكن أغرب ما في هذا التوتر هو أن القتلى لم يموتوا متأثرين بالرصاص بل بأمر آخر، وفقا لضابط هندي يتمركز في المنطقة نفى لفرانس بريس وقوع إطلاق نار، متحدثا عن وقوع عراك عنيف بالأيدي كما ألقى الجانبان الحجارة على بعضهما. وقالت الخارجية الصينية أن جنودا هنديين عبروا خط الحدود مرتين واستفزوا وهاجموا عناصر صينيين ما أدى إلى مواجهة جسدية خطيرة بين قوات الحدود على الجانبين. وردت الخارجية الهندية من جانبها بالقول أن الاشتباك نجم عن محاولة الجانب الصيني إحداث تغيير أحادي في الوضع القائم على الحدود. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية لكيف يواصل فيروس كورونا تغيير العالم، نتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي تنشرها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم.
وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم الكشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.